التقرير الذي يتعلق بممارسة للمغاربة الذي يشرف المغرب ويشرف القضاء المغربي. بسم الله الرحمن الرحيم، أشكركم في البداية على إتاحة الفرصة. هذا اللقاء هو عبارة عن لقاء علمي وهي ندوة جاءت بمناسبة تكريم الوزير السابق وزير العلم الأستاذ عبد الواحد الرافي، وفي نفس الوقت هي مناسبة كذلك لاستعراض تجربة القضاء التجاري والعدالة عموما فيما يتعلق بحماية الاستثمار والمساهمة بكل المقومات فيما يتعلق بتشجيع وحماية مناخ الاستثمار. أنتم تعرفون على أنه في صبيحة هذه الصبيحة في الافتتاح هذه الندوة تقريبا كان هناك إجماع على أن القضاء عموما والقضاء التجاري لا بد منه لحماية الاستثمار، وبالتالي فهو يلعب دورا مهما في بلادنا في هذا الإطار. والدليل على ذلك أنه من حسن الصدف أن المغرب تقدم في 9 مراتب فيما يتعلق بالترتيب الدولي لمناخ الاستثمار، وهذه تعتبر قفزة نوعية بالنسبة للمغرب لكي يتدفق الاستثمار الأجنبي في المغرب. وطبعا الحال أنتم تعرفون على أن الاستثمار يلزمه الاستقرار أولا قبل كل شيء، ويلزمه الأمن القضائي، ويلزمه كذلك اطمئنان هؤلاء المستثمرين على أموالهم. وبالتالي فالقضاء سواء فيما يتعلق باجتهاداته وعمله وسرعة بثه في القضايا، وكذلك فيما يتعلق بتدخلات المشرع لتحسين وتجويد القوانين المتعلقة بالاستثمار، هذه كلها عوامل تدخل بطبيعة الحال في هذا التشجيع. وبالتالي أنتم تعرفون كذلك على أن الاستثمار مبدئيا مناخ الاستثمار حينما يكون مناخا جيدا فهذا يؤدي إلى تدفق المستثمرين ومزيد من المنشآت ومزيد من فرص الشغل، وهذا يؤدي كذلك بدوره إلى إحداث نهضة على المستوى سواء الاقتصادي أو الاجتماعي. عائشة الحاج، وكيلة المالك المحكمة الابتدائية المدنية بالدربيضة ورئيسة الجمعية المغربية للنساء القاضيات. في الحقيقة الحضور ديالنا اليوم كان بناء على دعوة من السيد وزير العدل، استضافتنا كرئيسة الجمعية للمشاركة في هذا الحفل في الحقيقة الرسمي اللي جاء بمناسبة تكريم السيد الوزير السابق وزير العدل السابق الأستاذ الراضي. طرف الحقيقة اللي كان دوزها وخلى بصمته في وزارة العدل، وندوة اللي فيها أيضا كيف ما شفتوا غادي يكون مناقشة لمجموعة ديال المسائل القانونية وما يخص المقاولات والدور ديالها في الموضوع الاستثمار ديال البلاد، وحنا سعداء جدا بهذا اللقاء وشكرا جزيلا. تعتقد أن هذا التكريم هي مبادرة من السيد وزير العدل والحريات الجار الذي خلق هذا العفو لتكريم الوزراء العدل السابق؟ هنا نعتز بهذه الالتفاتة من طرف زملاء وأصدقاء اشتغلت معهم مدة طويلة، لكن بهذه المناسبة أريد أن أؤكد بأن كل ما قمت به طول حياتي سواء في وزارة العدل أو في مسؤوليات أخرى لم أقم به وحدي، كنت دائما أشتغل مع نساء ورجال من مستوى عالي كانوا دائما إلى جانبي، كانوا يساعدني ويهيئوا معي كل القرارات. ولهذا العمل الذي قمت به هو عمل جماعي، وهو ليس فقط تكريم لي أنا شخصيا، ولكن تكريم لكل النساء والرجال الذين اشتغلت معهم
وأعتني بهذه المناسبة اليوم لأجدد لهم شكري وامتناني واعتزازي بكل ما قمنا به جميعا. تابعونا على جميع وسائل التواصل الاجتماعي والاشتراك في القناة والضغط على زر الجرس أسفل الفيديو ليصلكم الجديد.